هلا عنا يا اول فقره اكتب. فقره اكتب دائما بنحكي احنا مش بس بدنا نكتب وننسخ، لا بدنا نكتب بطريقه صحيحه للاحرف جميعها. في احرف تكتب على السطر، في احرف بس بدايه على السطر بعدين جسمها بينزل عن السطر، وبدنا نكتب خط واضح وجميل ومرتب ومقروء. الكلمة الأولى خلينا نقرأها بيوتا، الكلمة الثانية مفيدا، الكلمة الثالثة عينا، والجملة الأخيرة شاهد عامر فراشة. نشوف كيف يا مسنا نكتب. هي السطر أنا بعتبره مثل السطر يلي بالكتاب أو بالدفتر. كلمة بيوتا، الإب تكتب على السطر، الإي تكتب على السطر، الأو راسة على السطر، جسمها نازل تحت السطر، الإت على السطر، والآ على السطر من فوق. نشوف كيف بدنا نكتب بيوتاً. هيا مس، هي السطر، هيك شوي، هي الإب، بعمل خط عمود صغير، بعدين خط أفقي، بعدين بطلع لفوق يا مس، بعمل حرف الإي اللي هو خط عمود صغير وبنزل منه، بعدين يا مس بخط افقي على السطر باخذ مسافه مشان اعمل حرف الاو. الاو راسها فوق السطر وجسمها يا مس تحت السطر. الات على السطر خط عمود صغير خط افقي، بطلع لفوق مشان اكتب الا. هلا اول شيء بكتب بدون نقاط، بعدين يا مس بحط النقط بحط الحركات، بحط الاب نقطة، الاي نقطتين، الات نقطتين، بعدين يا مس بنحط الحركات بو ضمة يو تن، تنوين الفتح مش على الا يا مس على الات. هيها بيو تن. نكمل كلمة مفيدا، الام يا مس تكتب على السطر، الاف على السطر، الاي على السطر، الاد على السطر، والا من فوق لتحت لغايه السطر. اذا مفيدا نكتب ام دائره، بعدين الاف دائره على السطر، الاي سن صغير بنزل منه، بعدين الاد كمان اللي هي سن صغير اللي هو خط عمودي بنزل منه، بعدين على السطر خط افقي، بعدين بنكتب الآ من فوق لغاية السطر. هلا بدنا نحط النقط بعدين الحركات، الاف